مرت هاي الأيام صعبة على المدينة شوية من جهة الماي والكهرباء والحر شديد جدا. العالم قامت تعاني، قامت تجيب تناكر من الشاطئ وتملى التانكيات. فهي ما معقولة يعني المدينة كبراتها ما بها ماي، ماكو متابعة لهذه الحالات قد تصير. يعني ماي بالليل الناس تشحذ من الناس ماي. يعني شنو السبب؟ مع قبل شهر كان الماي متوفر حتى اذا يسقون بها الحدائق. اخي لازم اكو خلل، يعني شو غير يوضحون للمواطن شنو الخلل مال الماي؟ المفروض يطلع المسؤول يشرح يقول يابا راح تجيكم ازمه مال ماي، راح تجيكم ازمه كهرباء، اخذوا احتياطاتكم، اخذوا شيء زين. مو فجاه ينقطع الماي واحنا ما نعرف شنو السبب. السبب تقصير من دائره الماي، السبب تقصير عطلان المضخات مالتهم، الماي وسخ، شنو السبب؟ ما عندهم كلور، ما حد يعرف شنو السالفه، شنو الشغل ما حد يعرف. والله بالنسبه للماي احنا منطقه جبيريه الاولى، بالنسبه للماي الماي صار له 5 أيام 6 أيام والله ماكو، يعني نعاني من الماي بشكل يعني مو طبيعي. يعني نريد الماي، قمنا حتى جيراننا عندنا شيء بتانكي مخلين بيه ماي، قاموا من عندنا ياخذون الماي. بعدين حتى احنا خلص الماي عندنا، فنريد ماي ماكو، يا كهرباء يعني هم ماكو كهرباء، ظل يعني نهار كامل مقطوعة، ماكو غير المولدات. مولد ياخذ 15,000 دينار على امبير دين، لا هم مفرين ماي، لا هم مفرين كهرباء، لا هم منقصين اللي شو اسمهن الامبيرات مال المولدات. زين فقير مين يجي؟ مين يسخن؟ زين عايش ها؟ والله طالب الماي يوفر لنا يعني كهرباء شوي، يعني يخلوها يعني مستمره.